شهدت السنوات الماضية حالات ارتباط بين لاعبي كرة القدم والفتيات العاملات في مجال الصحافة إلى جانب بعض المعجبات. هذه العلاقات غالباً ما تخطت حدود السرية وكشفتها عدسات الكاميرات. ستشاهد في هذا الفيديو أبرز هذه اللحظات التي أوقعت نجوم الكرة في غرام الصحفيات والمعجبات من الجماهير. لكن قبل المشاهدة، فضلاً ادعمونا بلايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. هيا بنا لنشاهد. كريستيانو رونالدو يحتضن هذه الصحفية المتيمة به بعد الانتهاء من مقابلة صحفية أجرتها معه. نيمار بالرغم من ازدحام المدرجات من حوله إلا أنه وصل لهذه الفتاة وقام باحتضانها بطريقة جميلة جعلت كل من حولهم يصفق لهذه اللحظة الخاصة. سيرجيو بوسكاتس بعد خروجه من الملعب قام بإهداء هذه الحسناء قميصه الخاص بعدما شاهدها ترتدي قميص برشلونة الذي يحمل اسمه. هذه الفتاة حالفها الحظ كثيراً بعدما نالت هذا الحضن الكبير من كريستيانو رونالدو. نيمار ينال حب الكثير من المعجبات والصحفيات، وهذه اللقطة تظهر التقاطه صورة سيلفي مع هذه المعجبة بطريقة مثيرة قبل أن يحتضنها ويتبادل معها أطراف الحديث. لقطة مثيرة بين هذا اللاعب الوسيم والصحفية التي لم تسيطر على مشاعرها أثناء إجراء مقابلة تلفزيونية. صورة لهذه الفتاة الجذابة مع نيمار ومارسيلو، إلا أن نيمار لم يفوت فرصة مغازلتها وإبداء إعجابه بها. الصحفية أبدت إعجابها بهذا النجم بشكل لافت للأنظار جعلته في موقف محرج. يقف جيرو على دكة البدلاء في وجه الجماهير ليتبادل التحية مع الفاتنة التي تقف أمامه. رونالدينيو الشهير بعلاقاته النسائية يغازل إحدى الفتيات العاملات كمضيفات خلال مراسم التتويج بغمزة خاطفة جعلتها تردها بطريقة مثيرة. نظرات مثيرة من كريستيانو رونالدو لهذه الفتاة التي تقف أمام زميله قبل أن يلحظ الكاميرا ليقوم بممازحتها. سعادة كبيرة ملأت هذه الفتاة بعدما احتضنها كريستيانو، شاهد ردة فعلها وسعادتها الغامرة. مداعبة كريستيانو رونالدو لإحدى الصحفيات التي جاءت لتغطية تدريب منتخب البرتغال قبل أن يتجه نحو إحدى أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب ويقبلها. مرة أخرى كريستيانو صاحب الشعبية الكبيرة بين الفتيات ولقطة عظيمة لهذه المعجبة. حالة من الجنون أصابت هاتين الفتاتين بعد صورتهما مع سيرجيو راموس، إلا أنهما لم يفوتا فرصة تقبيله. وهنا قبلة من كريستيانو لهذه المعجبة بعدما التقطت صورتها معه.